ديالها واحد الشكل ديال التمثيليه واحد المحاكاه واحد التمرين المحاكاه اللي غايقولوا عندنا واحد لوطيل او مكان معين فيه شخصيات بارزه ضيوف في المملكه المغربيه الشريفه كبيره لكن الفرق هؤلاء الرجال اللي كيشتغلوا كما قلنا فعندهم كفاءة عالية بنية جسمية قوية وباش نبدا لك تحافظ على هذه البنية الجسمية راه ضروري من التمارين وحافظوا على اللياقة البدنية لابد من مجهودات كبيرة هذوك الأبطال كيديروا من أجل الشهرة وبالنسبة للشوطين لا فهو كيهتم إن شاء الله تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس فإن شاء الله ما غتخافوش إذا هاد الناس فهم كيأمنوا المنطقة ديالهم المنطقة ديال الحفل اللي فيها شخصيات بارزة وكيراقبوا عن بعد وعن قرب الا انه كيشوفوا الان واحد السياره اللي هي مشبوهه كتجوب الشوارع ديال او المحيط ديال المكان ديال الحفل فبياسر كيشكوا فيها فهناك اتصالات عبر لاسلكي اذا هذه السياره فهي سياره بين انه كتبقى غدير واحد الهجوم مباغت ومفاجئ مباشره للباب ديال يعني المكان اللي فيه الحفل وغنشوفوا الطريقه ديال التدخل اتنسيو تيبان ما شاء الله ما شاء الله ما دمنا نفقد الرجال فان شاء الله ما نخافوش البلديه ان شاء الله في امان في امن وامان من اجل ضمان وسلامه وامن هذا الوطن الحبيب تحت القياده الرشيده صاحب جلاله الملك محمد السادس نسال الله واياه كما قلنا ناس كتشتغل كتريني ليل نهار باش حافظ على اللياقه البدنيه من اجل التدخلات ماشي من اجل الشهره ولكن من اجل اشخاص سلامه اطفال سلامه ناس اذا صفكم حراره على هذه الناس على هذه الرجال ومشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها فرق التدخل المركزيه التابعه للمدير العام الوطني كذلك هناك فرق جهويه على مستوى المدن باقي المدن المغربيه كتقوم بهذه الاعمال فناس كتميز بكثافه في التدخلات اذا هنا كيدعي الواقع التقدم كيتقدم ديال العناصر من اجل تفتيش ديال السياره تم ايقاع القبض على المجرم الاول وكذلك بالنسبه للسائق راه خدا النصيب ديالو خدا الجزاء ديالو فكل من سولت له نفسه ان يعني يدير الادب هاد البلاد هو فينا الجزاء ديالو الناس اللي كتحي شوفوا القرب ديال هاد الناس من الخطر من اجل تحييد المخاطر فهم كيضحيو كيضحوا من انفسهم تما راه عندهم عائلات وخلاهم ومن اجل تامين هذا البلد الحبيب وكما قلنا بان الامن والشعار اللي عندنا فهو تضامن فهو مسؤوليه الامن راه ماشي ديالنا بوحده ديال البوليسي فقط راه كلشي كيدير الامن فاش كتخرج من الدار ديالك كتسد هذاك راه امن الاستاذ يعني جميع الناس جميع المهن فهي كتبلغ هذه المبادئ وكتكرس مبادئ الامن لدى الناشئه اذا شكرا للجميع الكل مشكور بالجهه ديالو مشكور بالعمل ديالو اللي كيقوم به مشكورين من اجل امن الوطن والمواطنين